نتواصل معكم ونتابع المساحة القادمة مع الزملاء في الكنترول. في بلادنا منبع الأصالة والحضارة اشتهرت بتحضير حلوى المولد النبوي، وهي صناعة اختصت فيها بعض الأسر منذ عشرات السنين، ويعتمد المصنعون في الغالب منذ قرابة القرن على المواد الخام المحلية من سمسم وفول وحمص وغيرها، ومع استخدام خبرات من بلدان مختلفة ظهرت العديد من الأصناف. وتشهد ساحات الاحتفال بالمولد النبوي حضورا لافتا، فيما يحرص التجار على تزيين محلات البيع وتوفير الأنواع الجيدة من الحلوى، الأمر الذي دفع الأسر السودانية لشراء الحلوى التي تبعث الفرح والسرور في فلذات أجبادها، وتتزاحم من خلالها لشراء عروس المولد والحصان. ولحصان المولد والعروسة اعتبار خاص، وذلك للإقبال والرغبة الكبيرة لاقتناء أي منهما، كما تعتبر حلوى السمسمية سيدة الموقف، فهي واحدة من الحلويات اللذيذة التي يحبها ويفضلها الجميع، وتتميز بسهولة تحضيرها وطعم مذاقها، إضافة إلى بقية الحلويات من فولية وحمصية ولكوم وأخرى تفنن صناعها من أجل اجتذاب الزبائن. كما شكلت طريقة عرض هذه الحلويات وسيلة أخرى من وسائل رواجها، ويمتد الكرم السوداني الأصيل إلى حلويات المولد، يشتري المشتري وينفح الجيران أو أبنائهم بما حباه الله.